التواصل يستمر أيها الإخوة الأفاضل، مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، شاهدنا وإياكم شوطنا التاسع وكانت المنافسة حاضرة في هذا الشوط، وكانت راهية هي من فازت معنا بأول المراكز لحسن بن حمد بن راشد بن جفال النعيمي، نهنيه على هذا الناموس، بينما أتت الجزيرة لعبد الهادي بن علي بن مانع العجمي في ثاني المراكز، وأتت في المركز الثالث أيضا هملولة لمحمد بن راشد بن حمد بن آل ملامقة الهاجري. إذا نهنيهم على هذا الناموس، كما نهني جميع الفائزين أيها الإخوة الأفاضل، ونتابع وإياكم مقدمة هذا الشوط. وشوطنا المنطلق الذي نشاهده وإياكم هو مخصص للثنايا القعدان، نتابع المركز الأول، هذا هو شعار ملحان بن راشد بن حبيبة مع راشد بن علي بن راشد بن حبيبة المري مع الدكتور من ينطلق مع المركز الأول ويقود هذه الجموع قيادة حكيمة وقيادة مميزة، هذا هو الدكتور. ننتقل للمركز الثاني، ومن يحتل المركز الثاني يتواجد فيه، هذا هو الوصول من شاهين لمحمد بن حمد بن محمد بن مسعود المري، وعلى المركز الثالث يتواجد فيه مايهاب لسفر بن مبلش بن سفر البقمي، من يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع يصل على المركز الرابع هملول لعلي بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر، من يتواجد على المركز الرابع. والمركز الخامس يصل على خامس المراكز، هذا هو شعار العاض مع شاهين صالح بن محمد بن جابر العاض المري على مستوى المركز الخامس، هذا هو نيدانا. ودخول في هذه اللحظات وتدخل من قبل بطاش لمحمد بن زيد بن محمد بن ديله، من يتواجد على مستوى المركز الخامس، هذا هو النداء مشاهدينا ومتابعينا الافاضل. نعود واياكم الى المركز الاول والى قياده هذا الشوط. القياده والمقدمه في هذه اللحظات تسير من صالح الدكتور، هذا هو الدكتور لراشد بن علي بن راشد بن حبيبه المري، من يتواجد الدكتور مع الدكتور ايضا دكتور المضمرين، نعم ملحان بن راشد بن حبيبه المري، نار على علم هنا في هذا المجال وفي مجال التضمير، نعم هو من يتواجد مرافقا للدكتور، وايضا هذا الدكتور هو بمدون باسم مالك راشد بن علي بن راشد بن حبيبه المري. ولكن هناك من الجانب الايمن مايهاب 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 بهذا الاداء الجميل، شوفوا مايهاب ما شاء الله تبارك الله، شوفوا مايهاب. ولكن دخول من شعار بن مسعود، شعار بن مسعود يغير في هذه اللحظات، هذا هو هملول علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود المري، من غير مجريات هذا الشوط وانتقل بدوره الى المركز الاول. نعم مشاهدينا الافاضل، نعم مشاهدينا ومتابعينا الافاضل، هذا هو من يحتل المركز الاول، هذا هو كما اسلفت وكما ذكرت هملول لعلي بن مبخوت بن محمد بن مسعود، من يتواجد على المركز الاول. ننتقل إلى المركز الثاني، ومن يتواجد على ثاني المراكز السفير، شوف السفير ما شاء الله تبارك الله، السفير من يحتل المركز الثاني، تعود ملكيته لعلي بن عبد الهادي بن مخيت آل بريد البريدي المري، من يتواجد على ثاني المراكز. شوف المركز الثالث يصل شعار بن ديله في هذه اللحظات، يتواجد شعار بن ديله محمد بن زيد بن محمد بن محسن بن ديلة، من يتواجد مع بطاش 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 على ثالث المراكز، نعم هذا هو شعار الوعب، شعار الوعب اللي صاحب الإنجازات وصاحب التاريخ صاحب السجل للحافل،
نعم هذا هو على ظهر بطاش، نعم هو شعار الوعب اللي حصل على نقطة أيضا في الأسبوع الماضي في ميدان الوثبة، وفي أيضا جائزة زايد الكبرى حصل على المركز الأول بهذا الشعار بقيادة الوعب صاحب الإنجازات. ولكن دخول، شوفوا الدخول في هذه اللحظات على مستوى المركز الثالث من قبل شاهين، شاهين لصالح بن محمد بن جابر العاض المري، غير واحتل المركز الثالث. المركز الرابع يتراجع فيه بطاش محمد بن زيد بن محمد بن محسن بن ديلة. المركز الخامس يصل هنا الدكتور ويتراجع قليلا الدكتور راشد بن علي بن راشد بن حبيبة المري مع الدكتور على مستوى المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل لهذه المراكز الخمسة الأولى في ندائنا الثاني. يا سلام، يلا يا ابو مريك، يلا يا ابو مريك، اشوف شعارك خلف المراكز الخمسة الأولى، يلا يا ابو مريك، يا سلام. نعود وإياكم، نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى صدارة هذا الشوط والقيادة، القيادة والأمور، الأمور 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 تسير هنا مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل هناك مع المقدمة، مع بن مسعود، مع بن مسعود، مع قيادة هذا الشوط بن مسعود. يا بن مسعود، يا سلام يا سلام، هنا مع المركز الأول مع القيادة والريادة مع هملول علي بن مبغوث بن محمد بن مسعود المري مع المركز الأول مع القيادة. بينما هنا على المركز الثاني من يصل؟ السفير، السفير أيضا خطير، تعود ملكية السفير، يصل السفير لعلي بن عبد الهادي بن بخيت البريدي المري. وعلى المركز الثالث يتواجد على مستوى المركز الثالث في هذه اللحظات من الجانب الأيمن يتدخل شعار العاض مع شاهين صالح بن محمد بن جابر العاض المري على المركز الثالث والمركز الرابع. وصول أول لداء لشاهين مبارك بن مناحي بن محمد الدوسري، يصل في هذه اللحظات أبو مناحي ويحتل المركز الرابع. المركز الخامس وصول أيضا من الدكتور لراشد بن علي بن راشد بن حبيبة المري على مستوى المركز الخامس. يا السلام، نعود وإياكم، شوفوا بن مسعود اليوم يبي يحقق هذه المفاجأة، مفاجأة كبيرة وأيضا انفراد كلي عن بقية المراكز مع شعار بو مبخوت. يا سلام، علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود مع هملول، مع هملول مع المركز الأول مع الصدارة والقيادة، انفراد كلي عن بقية المراكز مع المركز الأول مع قيادة هذا الشوط. لا زالت الأمور هناك مشاهدينا ومتابعينا الأفاضل، لا زالت الأمور تسير من صالح حملول مع علي بن مبخوت بن مسعود المري. بينما هنا على المركز الثاني وصول من شعار العاض مع شاهين صالح بن محمد بن جابر العاض المري، يصل ويحتل المركز الثاني والمركز الثالث، يصل ويتقدم فيه السفير، تعود ملكية السفير لعلي بن عبد الهادي بن بخيت البريدي المري. وعلى المركز الرابع وصول على المركز الرابع في هذه اللحظات من يتقدم؟ أول نداء لجزيل ماضي بن خالد بن معجب الهاجري، يصل ماضي في هذه اللحظات، يصل ماضي. يا سلام يا سلام، وينطلق ويندفع إلى المركز الثاني مع جزيل العطايا. يا سلام، الله، هذا هو جزيل من غير واحتل المركز الثاني. بينما ناخذ المركز الخامس، يصل على المركز الخامس شعار الدوسري مع من يحتل المركز الخامس شاهين مبارك بن مناحي بن محمد الدوسري. هذه نتيجتنا، خلاص يا هل الله، يا هل الثنايا القعدان، يا هل الثنايا القعدان، خلونا مع بن مسعود. يا سلامي على هملول والسلالة الهملولية هنا مع بن مسعود. مشاهدين الكرام، يلا يا ابو مبخوت علي بن مبخوت بن مسعود المري، من يتواجد مع المركز الأول مع قيادة هذا الشوط مع الريادة والقيادة؟ لازالت الأمور.
مشاهدينا ومتابعينا الافاضل، تسير مصالح حملول. حملول هو من يحتل المركز الاول، يقود هذه الجموع، يتحكم في زمام الامور. حملول تعود ملكيته لعلي بن موقوت بن محمد بن مسعود البري، ولكن هنا الوضع خطير. شوفوا جزيل لماضي بن خالد بن معجب الهاجري على مستوى المركز الثاني. ماضي هنا مع جزيل وال900 متر الاخيره، لا زالت الامور مع حملول ومع بن مسعود. ولكن جزيل يا بن مسعود، جزيل والله واصل قدم وواصل، ولكن الله بن مسعود ما حرك العصا ابدا، مطمئن باداء بهذا الاداء وبهذا العرض الجميل، ويقول انا راعي الناموس يا سلام. شوفوا شعار البرنس يصل في هذه اللحظات، شعار بن عقيل. يا سلام لا زالت الامور هناك مع حملول ومع شعار بن مسعود، مع علي بن موقوت بن مسعود. ولكن شوفوا الوصول، شوفوا راهي حمد بن محمد بن طالب بن عقيل يصل على مستوى المركز الثاني. 300 متر اخرته يا بن عقيل، يا سلام. لا زالت الامور هناك بكل اريحيه، والعصا في البطان مع علي بن مبخوت بن مسعود المري، العصا في البطان ما تحركت ابدا. ما شاء الله، سلامنا وتحياتنا لك يا بن مسعود على هذا الناموس وعلى هذا الاداء وعلى هذا العرض الجميل. يا سلام، السلاله الهملوليه مع بن مسعود هنا يحسم الشوط في هذا الأداء الجميل وبهذا العرض المميز، وبدون أي تعليمات يصل حملول إلى خط النهاية. تهانينا والناموس لعلي بن مبخوت بن محمد بن مسعود المري. أما المركز الثاني نشوف المركز الثاني ومن وصل على المركز الثاني. هذا هو راهي لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل البري. أما المركز الثالث يصل فيه مرموق لجاسم بن محمد بن أحمد المناعي. أما المركز الرابع فيصل على المركز الرابع جزيل لماضي بن خالد بن معجب الهاجري. أما المركز الخامس مايهاب لسفر بن مبلش القمي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني، هذه لحظة وصول حملول إلى خط النهاية بعد فوزه بكل أريحية بدون أي تعليمات. 13 دقيقة 11 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك جزيل أو لمالك نعم لمالك حملول. تهانينا والناموس لمالك حملول على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود المري نتقدم له بالتهنئة بهذا الناموس المستحق. المركز الثاني يصل فيه راهي 13 دقيقة 11 ثانية 93 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك راهي حمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري. أما المركز الثالث مرموق، من يصل على المركز الثالث يقطع المسافة في 13 دقيقة 18 ثانية 87 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مرموق جاسم بن محمد بن أحمد المناعي. تهانينا والناموس